خطوات كبيرة حققتها الجزائر في مجال حماية حقوق المرأة، خطوات جسدها الدستور الجزائري والتشريعات القانونية بالتأكيد على مبدأ المساواة وترقية الحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة. 2022 تقييم إيجابي، نقدر نقول تقييم إيجابي، لأن عندنا قوانين وين المساواة موجودة، يتكلم عليها الدستور، يتكلموا عليها القوانين الجزائرية، وفي كل الميدان، ميدان الاقتصادي، الميدان الاجتماعي، الميدان التجاري، لأن فيه حماية المرأة على حقوقها أساسية. دعم وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار وتشجيع انخراطها في الاقتصاد هي جزء من جهود الدولة الرامية إلى ترقية حقوقها، مكاسب لازالت تواجه أحياناً عوائق في ترجمتها الفعلية على أرض الواقع. ما راهيش بالنسبة كبيرة في الانتربرونيا، في خلق المؤسسات، ولو الدولة تعاونها في مع لانجيم، مع المصارف اللي تعطيها باش تخلق مؤسسات، هي تخاف. من جانبه أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال لقاء نظمه إحياء للثامن مارس عن شروعه في إعداد ميثاق لحقوق المرأة في الجزائر. فكرنا في وضع كتاب أو كتيب إن شئت نسموه ميثاق حقوق المرأة، لأنني فكرت بأن المرأة الجزائرية مرتبطة جدا بالنضال الثوري بكذا، صحنا نتكلم حقوق الحالية، يعني حقوق المرأة في الوضع الحالي، ولكن أيضا نساهم به في إحياء الذكرى 60 للاستقلال، لأن المرأة لها مكانة متميزة بالنسبة للثورة. حماية حقوق المرأة ونبذ أشكال العنف ضدها مجال قطع أشواطا هامة في الجزائر، في انتظار المزيد من النجاحات للمرأة الجزائرية على مختلف الأصعدة والمجالات.